تشتد بالمرء الخطوب وتتعاظم عليه الكروب حتى تضعه في ظلمة من الهم، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومهما استعرضت الدنيا أمامه مفاتنها وتمايلت أمامه مباهجها، فإن ذلك لا يحرك فيه قلبا ولا شفة بالسرور. إن هذا الهم غم لا يدع لصاحبه فرصة التلذذ حتى بشربة الماء، حتى إذا ما أخذت حلقات الدنيا تضيق وتداعت إلى ساحاتها مشكلات الحياة وازداد هم التفكير في شأنها، تسلل إلى سمعه صوت فريد: الله أكبر الله أكبر. وفي لحظة الإصغاء تنزاح من القلب ظلمات البلاء، وتعود إلى النفس لحظة الصفاء، ثم ينطلق اللسان يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فيا الله، إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم اكتب لنا من الهم النجاح، واجعل قرة أعيننا في الصلاة.